بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبابي تلاميذ الصف الأول الابتدائي من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. أهلا بكم يا أبنائي مع درس جديد من الدروس المصورة لمادة الرياضيات. عنوان درسنا لهذا اليوم هو تكوين أجزاء متساوية الجزء الأول، وهو من دروس الوحدة الخامسة عشرة الأجزاء المتساوية في الدوائر والمستطيلات. هدفنا لهذا اليوم يا أبنائي أن يكون التلميذ قادراً على أن يحدد الأشكال المقسمة إلى أجزاء متساوية بإتقان، وأن يكتب عدد الأجزاء المتساوية في كل شكل بسهولة. قبل البدء دائما يا أبنائي، معك كتاب الرياضيات وقلمك وأدواتك، ونحتاج إلى مسطرة. نبدأ الآن بهذه التهيئة البسيطة يا أبنائي. كما درسنا بالوحدة السابقة الأشكال الثنائية والأشكال الثلاثية الأبعاد، وكنا قد تعرفنا على خصائص هذه الأشكال وبعض أسماء هذه الأشكال من مثلثات ودوائر ومربعات ومستطيلات أيضا، وأشكال سداسية وأشكال خماسية إلى آخر هذه الأشياء. وأيضا كنا قد تعرفنا على الأشكال الثلاثية الأبعاد مثل الكرة والمكعب وشبه المكعب والأسطوانة والمخروط. درسنا اليوم يتعلق بتقسيم الأشياء أو الأشياء بعض الأشياء إلى أجزاء متساوية. هيا بنا انظروا معي إلى هذا النشاط الذي أمامكم. بيت، المطلوب أن نقوم بعد المثلثات والدوائر والمربعات. أول شيء، كم مثلث عندي أبنائي؟ عدوا، 1 2 3 اللي فوق، إذن عندي 3 دوائر. وثم ماذا؟ كم دائرة؟ فوق في أعلى البيت دائرة واحدة، أحسنتم. وكم عدد يا أبنائي المربعات في هذا الشكل؟ انظروا كم؟ نعم إنه 6 مربعات. نعم يا أبنائي، بارك الله فيك. هيا بنا ننتقل إلى هذا النشاط أحل وأشارك، وهو بالكتاب صفحة 425. هيا بنا نساعد هذه البنت، تقول لنا ساعدوني يا أصدقائي، لدي مشكلة بسيطة، هل تستطيعون مساعدتي؟ بالطبع يا أبنائي نعم. الآن أمامكم هذه الشكل نعرفه جميعا ونحبه ونأكله، إنها بيتزا. قررت صديقتي أن تشتري طعام البيتزا على الغداء هي وأبنائها. طيب، ثم بعد ذلك أبنائها من يا أصدقائي؟ مريم وسمية، هما تلميذتان في الصف الأول الابتدائي، وأيضا أخوهم أحمد في الصف التمهيدي كيجي 1 أو كيجي 2. احتارت صديقتي كيف تقسم قطعتي البيتزا. البيتزا الأولى تكون بين مريم وسامية، وتكون عبارة عن أجزاء متساوية. طيب، والبيتزا الثانية إلى أجزاء غير متساوية، قطعة كبيرة لصديقتي والصغيرة لأخيها أحمد. طيب، هيا بنا يا أصدقائي، أمامك الآن دائرتان كأنهما بيتزا. طيب، يقول أرسم خطاً داخل الدائرة الزرقاء لتمثيل اثنان من الأجزاء المتساوية، وأرسم خطاً داخل الدائرة الصفراء لتمثيل اثنين من الأجزاء غير المتساوية، آسف. طيب، انظر يا أصدقائي، ما المطلوب منك فعله الآن يا ابني؟ ماذا تعرف عن الشكلين اللذان أمامك؟ إنهما دا
رتان. طيب إذا أردت أن تشارك صديقك قطعة بيتزا صغيرة، هل هناك من قطعة ترغب في الحصول عليها أكثر من غيرها؟ بالتأكيد نعم يا أصدقائي. كيف يمكنك تقسيم فطيرة بيتزا بحيث يحصل كل منكما على نفس المقدار؟ نتعرف الآن وننظر. انظروا أين رسمت خطا في كل دائرة. هيا يلا هيا بنا، ماذا يحدث للبيتزا يا أصدقائي إذا تركناها خارج الثلاجة لفترة طويلة؟ أكيد تفسد. نعم، وهذا تكامل مع العلوم يا أصدقائي. هيا بنا يا أصدقائي نشوف نرى، هيا بنا نرى بعض حلول زميلتكم، بعض زملائكم أو زميلتكم. هذا هو عمل مريم وهذا هو عمل سامية. انظروا إلى العملين، هذه بعض الحلول يا شباب يا أبنائي التي قامت بها مريم والتي قامت بها سامية. انظروا من منهما إجابته صحيحة أو حلهما صحيح. مريم قسمت إلى نصفين فطيرة بيتزا إلى نصفين متساويتين، والفطيرة الثانية جزء كبير وجزء صغير، وهذا هو المطلوب. أما سامية الاثنين كلاهما، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. إذن الصحيح هو عمل من يا أصدقائي؟ هو عمل مريم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى الجسر البصري صفحة 426. يمكن تقسيم الأشكال، هذه أشكال يا أصدقائي ثنائية الأبعاد. أمامك مستطيل ودائرة ومثلث ومربع. هذه يا شباب هذه دائرة، قسمناها إلى كم قسم؟ أجزاء متساوية. هذه أجزاء متساوية الدائرة. أما الدائرة اللي على اليسار هذه ليست الأجزاء متساوية. نعم. طيب الخطوة الثانية من خطوات الجسر البصري، أي شكل يمثل اثنان من الأجزاء المتساوية؟ انظروا أي شكل منهما يمثل الأجزاء اثنان من الأجزاء المتساوية، الشكل البرتقالي أم الشكل الأزرق؟ نعم إنه الشكل البرتقالي. كم جزء يا شباب؟ اثنان من الأجزاء المتساوية. أحسنتم. طيب أي شكل يمثل أربعة من الأجزاء المتساوية في الشكلين اللذين أمامكما؟ نعم إنه الشكل كم؟ الشكل إيه يا شباب؟ الشكل الذي على اليمين فيه أربعة أشكال متساوية، الشكل الأصفر. طيب سؤال الوحدة الأساسي، كيف تعرف متى يكون الشكل مقسما إلى أجزاء متساوية؟ هذا الشكل كيف نعرف أنه أجزاء متساوية؟ نعم عندما تكون كل الأجزاء لها نفس القياس أو نفس الحجم. هيا بنا لهذا التقويم، هيا بنا لهذا التقويم البنائي أصدقائي. انظروا أعبر عن فهمي أبين عملي، هل هذا الشكل مقسم إلى أجزاء متساوية؟ أوضح كيف عرفت ذلك. نعم الجزئان لهما نفس القياس إذن فهما متساويان. هيا بنا نحل سويا. أحدد ما إذا كانت الصورة توضح أجزاء متساوية ثم أحوط نعم أو لا. هيا بنا نبدأ بالتدريب الأول. هل هذا الشكل مقسم إلى أجزاء متساوية؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم. وهذا الشكل يا ابني أيضا هل هو مقسم إلى أجزاء متساوية؟ نعم أم لا؟ لا أشكركم بارك الله فيكم.
هيا 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 بنا أحدد إذا ما كانت الصورة توضح أجزاء متساوية، ثم أحوط نعم أم لا. هل هذه الدائرة تمثل أو توضح أجزاء متساوية؟ نعم، أشكركم، شكرا لكم. أحدد ما إذا كانت الصورة توضح أجزاء متساوية، ثم أحوط نعم أم لا. نعم هذه خمسة، لا. نعم السؤال السادس، بارك الله فيكم. هذه يا شباب كم جزء من الأجزاء المتساوية في التدريب 7؟ صفر. والتدريب رقم 8 كم جزء متساوي؟ نعم 2. والتدريب 9 كم يا أبنائي؟ 2. والتدريب 10 4. بارك الله فيكم. الغلق يا شباب، هيا هيا بنا نغلق درسنا بهذا النشاط. كم جزء متساوي في التدريب 11؟ نعم 4. والتدريب 12؟ 2. والتدريب 13؟ 0. أحسنتم. والتدريب 14 والأخير 4 أجزاء. بارك الله فيكم. الواجب يا شباب اليوم نحل تدريبات الكتاب 1 و2 و3 صفحة 429. اليوم يا أصدقائي تمكنا من تحديد الأشكال المقسمة إلى أجزاء متساوية بإتقان، وأيضا تمكنا من كتابة عدد الأجزاء المتساوية في كل شكل بسهولة. إلى لقاء آخر يا أصدقائي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.